لأن النادي الأهلي كان منذ نشأته وعلى مر العصور صاحب دور وطني خالص، يدرك رجاله عظم وشرف الانتماء لمصر الكبيرة. وانطلاقا من هذا الدوري واستمرارا له، كانت هذه السنة المحمودة لمجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، الذي حرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوجيه التحية لجيش مصر العظيم وتكريم أبناء النادي وأعضائه الذين أخلصوا العطاء في صفوف القوات المسلحة وشاركوا في حرب أكتوبر وتحقيق نصره المؤزر. نبدأ وأدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بستأذن حضراتكم نقف دي أحداث روح أبنائنا من شهداء القوات المسلحة. تفضلوا. شكرا. في الحقيقة النهاردة بيمر 48 سنة 48 سنة على انتصار اكتوبر العظيم، الانتصار اللي هيفضل طول عمرنا او هنفضل طول عمرنا فخورين بيه وعايشين بيه قدام العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير وسلام، كل سنة وقواتنا المسلحة درع الوطن درع الوطن وسيفه، كل سنة وجيشنا العظيم مصدر العزة ومصدر الشموخ. كل التحية لأبناء القوات المسلحة، وكل التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا مهما اتكلمنا النهاردة عن انتصار اكتوبر وعظمته وقيمته، مش هنقدر ابدا نديله حقه. انتصار اكتوبر يحتاج كتب مش صفحات ولا كلمات، لكنه هيفضل عنوان كبير جدا للعسكرية المصرية وشرف كبير جدا للعسكرية المصرية. الحقيقة مش عايز يفوتني النهاردة كمان اني يعني اتكلم عن رجال النادي الاهلي، رجال النادي الاهلي العظام ودورهم الوطني في حرب اكتوبر. لما فتحوا ابواب النادي لتدريب الشباب وللمتطوعين اللي قدموا كل جهدهم وارواحهم وانضموا لابطال القوات المسلحه في هذه الملحمه التاريخيه، احنا من هنا من النادي الاهلي نادي الوطنيه عايزين كلنا نتعاهد ان روح اكتوبر تفضل موجوده في كل عمل وفي كل مجال، تدفعنا وتدفع كل مؤسسات الدولة دايما لقدام، ندعم ونساند علشان ننجح في معركة البناء والتطوير اللي بيقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى كمان إن ذكرى أكتوبر تجدد جوانا كلنا الدوافع الإيجابية علشان بلدنا ومصلحة بلدنا، وهو ده الأهم. وأنا بختم كلامي عايز أوجه تحية أخرى وتحية تانية وثالثة للقوات المسلحة ورجالها الأبطال. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.